على وش دار في منتخب انجلترا. هدرنا على المردود محمد، هدرنا على هاد الثلاث مقابلات، ما هدرناش على الترتيب تاعه، وما قلناش باللي ما حققش ترتيب مليح. قلنا المردود لو يلعب به المنتخب الانجليزي، وحنا رانا محبين لهذا المنتخب خاطر عنده بزاف ما فاز ببطولة عالمية ولا أوروبية. فوزي تتحدث على مدرب عنده 97 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، هذا ماشي مدرب وصل أمس ما يعرفش اللاعبين وما يعرفش الخطة وما يعرفش العقلية. 97 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، فاز في 61 تعادل 19 وخسر 17 فقط. ومن بعد ماذا جلب للاتحاد الإنجليزي كلقب؟ علاش إنجلترا متعودة على التتويجات؟ ولما جاء صوت جيت يا ميدو إنجلترا لوجيك أكثر من دي ستاتيستيك يا ميدو. نعطيك لازم يكون نتائج، التاريخ نتائج جيدة، التاريخ سيحفظ هذه الإحصائيات. نتائج جيدة ميدو، التاريخ سيحفظ ماذا جلب صوت جيت لإنجلترا. جلب نتائج جيدة. وين سيدي وصل... هل وصلت انجلترا الى نهائي كاس امم اوروبا في تاريخها؟ احتلي انا اسمع مش حاب نغلط، لا اتذكر انه انجلترا وصلت ما وصلت من قبل، لا ما وصلتش وما فازتش ميدو. هل فازت انجلترا باليورو من قبل؟ ما فازتش ميدو. تفاد الدوره وشامل فوزي فوزي نفس الشيء. نفس الشيء لو كان نطرح عليك السؤال على المنتخب البرتغالي، هل عنده القاب تتقارن مع المنتخب الإسباني ولا الإيطالي ولا الألماني ولا الفرنسي؟ ما عندوش. صح تشوف الترسانة على البرتغاليين، لو كان تشوف اللعب الهزيل تتسأل تقول كيفاش عندهم هذا المستوى تاع اللاعبين وما مش يحقوا ما يديروش مردود جاي. شفنا الإسبان يلعبوا كرة رغم راهم الاول في المجموعه، بصح شفنا مردود. انا نقولوا باللي المنتخب او يلعب كره جميله. شفنا الالمان انا نقولوا يلعبوا كره جميله. شفنا البرتغال مقابله ثانيه شفنا باللي لعبوا مقابله جميله. سؤال ادم، سؤال ليك والقاسيس، انا تابعوا المنتخب الانجليزي منذ الثمانينات، منذ الثمانينات تابع. انا نتبع. اعطي لي متى لاعب المنتخب الانجليزي كره قدم جميله. يا اخي الانجليز من بكري معروفين الكرات الطويله، القوة البدنية، الكرات العالية، الفوز بالصراعات الفردية. أعطيني متى لعب الإنجليز كرة قدم جميلة في اليابان. اسمح لي السؤال ليس مطروح إلي، خليني أكمل معهم بعد نرجع. أعطوني متى لعب المنتخب الإنجليزي كرة قدم جميلة. إحنا اليوم متى كانت إسبانيا احنا اليوم متى كانت إنجلترا تلعب مثل إسبانيا؟ إحنا اليوم ما هدرناش على إنجليزنا، ما قلناش اليوم زعما، هدرنا على المردود تاع المقابلات اللي كيف شفنا منتخب إنجليزي مستواهم. لا محمد، هذا هو مستوى بهذا اللاعبين. انت الان انت بوركينا فاسو، هذا هو مستوى منتخب انجلترا، منتخب اقوى دوري في العالم. منتخب الانجليزي بلومبارد وجيرارد وبيكام وجوكول وترسانه كبيره وجون تيري وعمالقه، ما قدمش كره قدم جميله. 2002 ما كانش يلعب مليح منتخب انجلترا، وكان دائما يخرج في ادوار متقدمه. 2002 ما كانش يلعب مليح منتخب انجلترا، خذا كاس العالم، لا خسر خذا كاس اوروبا. وماذا اخذ صوت جيت الذي تمدحه منذ الصباح؟ وصل الى نهائي كاس امم اوروبا، نهائي وخسر بركلات الجزاء. معلش كي بدات دورة كاس امم اوروبا هذه، اسمح لي فوزي، ماذا كانوا يقولون؟ ايطاليا بطلة اوروبا حامل اللقب، ولا انجلترا صاع الوصل وصل الى النهائي؟ يقولوا الوصف، يقولوا الوصف، لا يقولوا المنتخب الايطالي حامل اللقب، لان التاريخ يقولوا المنتخب الانجليزي وصيف البطل ولا يحفظ الوصيف. انا هاد الاحصائيات ممكن يديرهم في باك كبير ويدير كادر يخبيهم في الدار، لكن في الاتحاد الانجليزي لا يوجد لقب اخذه ساوث جيت على اساس انه خزانه الاتحاد الانجليزي مملوءه بكؤوس ولا يوجد فيها مكان فارغ. ما عندهمش، عندهم كاس عالم واحده خذوها في بالابيض والاسود ميدو، والجميع شاهد على تلك الكاس. ما عاد هذا انجلترا، احنا تكلمنا على المردود برك محمد في هذه المقابلات الثلاثه. احنا قلنا احنا ديجا انت يا محمد ما قال بانه المردود كان جيد. لا احنا يا واش الدهشه اللي راهي عندنا، كيفاش بهذه الترسانه تاع اللاعبين ما نقدروش نديروا منتخب يلعب كره. ستندهش اكثر كيفاش بهذا اللعب السيء يقدر يفوز بكاس امم اوروبا ان شاء الله بربي. محمد هذا هو المستوى تاع المنتخب الانجليزي، هذو هما اللاعبين اللي عنده. يعني على حساب بن شبير وانت يمشي المطار الان. ما قلتلكش يمشي المطار، انت تقول لي لماذا ما خداوش الكؤوس الاوروبيه وكؤوس عالميه؟ قلت هذا هو المستوى ديالهم، المنتخبات الاخرين افضل خير منهم. اليوم المنتخب الانجليزي انا تمنيكو غير قبل الهويه ديالو اللي كان يلعبها في الماضي، فلسفه اللعب ديالو الكرات الهوائيه، وخلي عندك افونسون يصدم في السماء ويضرب. اليوم لما غير الفلسفه ديالو
ندور ما شافش انجلترا في الثمانينات والتسعينات عم بالو كانوا برشلونه والان ساوثغيت رجعهم للوراء هما اصلا يلعبوا الاندفاع البدني والكرات العاليه والطويله انا ولعب الانجليزي اليوم كمتابع حتى وين لم تكون تحلل ولا صحفي ولا مواطن بسيط شاهد مباراه انجلترا سلوفينيا الا تصاب بالدوار وتجيك ديكوطاج وما تحبش با تكمل الماتش هل شاهدت اليوم اشياء ديفاس دو جو في المنتخب الانجليزي فوق ارضيه الميدان ما كاش هل شاهدت نظام لعب معين لانجلترا قال يلعبوا الكره طويله ويحوسوا للدوزيام بالو ما كاش لعب قصير في الارجل ما كاش فرص للتسجيل ما كاش حاولوا المرور على الأروقة ما كاش والاحصائيات اللي مديتهم على جود بيلينغها سي ملي بدا الاورو وليس في المباراه فقط منذ بدايه الاورو عنده تسديده واحده في الاطار سجل منها هدف فقط في ثلاث مباريات للاعب يدير 120 مليون اورو ويلعب في منتخب تقريبا انا قلت كنت سالت قبل قليل وسابقا عند رايي اعتقد بان وقت بان اللاعبين شغل خلاص ما لحقوا ان بوين وين مع ساوث جايت خلاص ال بوف با ساديغي اونكور بلوس على هذا الشيء لازم نفس جديد والتغيير ماشي حرام لما تغير باش تجيب نفس جديد في كرة القدم يحدث في كل العالم ويبقى مصلحة المنتخب الإنجليزي أولى وليست مصلحة ساوث جيت ذكرك فقط بنتائج المنتخب الإنجليزي ميدو في كأس العالم شارك 16 مرة حقق اللقب مرة واحدة في عام 1966 بينما في كأس أوروبا شارك 10 مرات هذه المرة 11 وصل مرة واحدة فقط إلى المباراة النهائية واللي كان المدرب هو غاريت ساوثغيت اللي يعتبر المدرب صاحب أفضل نتيجة للمنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس الأمم وكانوا ملح في ذلك النسخة نعم يعني ضاعت هباء منثورا في آخر لحظات اللقاء راشفورد وسانشو لتسديد ركلة الجزاء دون لمس ولا كرة نعم ماذا يمكن أن نقول أيضا عن المنتخب الإنجليزي ونمر للمنتخبات الأخرى وتأهل سلوفينيا والدنمارك تفضل قاسي سعد تقريبا نفس المقابله محمد يعني كي تشوف الاحصائيات تاع المقابله يتقسموهم المنتخب الدنماركي ومنتخب السربي نتيجه التعادل يعني اليوم الغريب يعني اليوم زوج مقابلات انتهوا بصفر مقابل صفر المنتخب السربي يعني يقصى من هذا اللور هذايا ونقول لك النتيجة هذه تاع 0-0 يعني هذه تبين المجموعة هذه بأنها مجموعة نظن بلي هي المجموعة الضعيفة في اليورو آمين كيف محمد واحدة من أضعف المجموعات من حيث الأداء شاهدنا منتخب دنماركي يقدم أداء جيد رغم أنه في المباراة الثانية رغم أنه صعد كثاني في هذه المجموعة لحسن حظه أنه كان معه منتخب إنجليزي ماشي في أعلى مستوى المنتخب الصربي أيضا لم يقدم ما يشفع له من أجل التواجد في الدور الثاني سلوفينيا منتخب شجاع حاول لكن فوارق شاسعة بين ما تملكه سلوفينيا على مستوى التعداد البشري وبين ما تملكه المنتخبات الأخرى الدنمارك وإنجلترا لاعبين في أعلى مستوى ما يقدروش يقاوموهم غير بالشجاعة ولا بالروح القتالية لذلك شفنا أنها حصلت على المرتبة الثالثة ولكن يبقى مشوار جيد للمنتخب السلوفيني إلى غاية الآن